ذكر هذا الشيء منيح، أنا مالي غلطان أبداً صح؟ بلى، هي كانت مرته، بس هلأ طبعاً كل شيء اختلف لأنه أبي فقد ذاكرته، نسي إنه هي كانت مرته ونسي كمان شو كان اسمه، وظف عنده سكرتيرته الشخصية، بس أنا وياه مخطوبين هلأ. معقول هيك صار؟ وإنتي شو بدك يعني ساوي؟ أنا بدي شي واحد بس، إنك تخلي أبي يقتنع منك وتقله إنه ما أنا مناسبة إله أبداً وإنه بده بنت أحسن، هي ما بتستاهله يعني. ليش طيب؟ رح أشرح لك بس رو. لا 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 مستحيل، ما بقدر أعمل هيك، أنا آسف ما بقدر، أنا على طول بنادي باحترام المرأة. ايه بعرف روكي، بس انا كمان مرة مثلها، تخيل يلي عمر فيه شو صعب. ايه بس مو هيك، لو سمحت ساعدني بهالموضوع، انت الوحيد اللي فيه ساعدني، اذا رفضت انك توقف معي رح كون وحيدة، انت بتعرف انه ابهي بالنسبة لي هو كل شيء واني ما بقدر اعيش بلا، واذا ساعدتني يرجع لي ابهي رح تنقذني من الدمار وتخليني اعيش بسعادة على طول. يلا روكي ساعدني، انا بحاجتك بترجع. ماشي خلص رح وقف معك. أنا من زمان كمان ساعدته لأبهي وأكيد رح أقدر ساعد له خطيبته. شكرا كمان شكرا كتير لك، أنت قلبك كتير طيب. ولا يهمك. هاي نزل أبهي وأخيرا إجيت، ما بتصدق شو مشتاق لك روكي. وأنا كمان اشتقت لك كتير. ما بتعرف على فكرة قديش أنا سعيد، خاصة بعد ما صرت نجم كبير، النجم المشهور أبهي. أنا نجم بفضلك أنت، أنت لعبت دور كبير بنجاحي وما بنسى هالشي. شكراً لأنك وصلتني لهون. شو هالمفاجأة؟ كتير مبسوط أنك إجيت لعندي على البيت، لو خبرتني أنك جاي كنت سويت لك شي حفلة واحتفلنا فيك هلأ. بصراحة أنا قلت لروكي مشان يجي لعنا. وليش ما قلتي لي أنه جاي؟ لأنه بدي ساوي لك مفاجأة، ولأني بعرف منيح أنه روكي شخص بهمك وبيأثر فيك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً.